بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها افتتاح وزيرة التجارة نيفين جامع لمنتدى الأعمال المصري البرازيلي، وكمان انطلاق منافسات بطولة كأس العرب الأولى لدرجات المضمار، ده غير الماتشات اللي هتتلعب النهاردة في الدوري المصري. خلونا نشوف التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع هتفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري البرازيلي، وده بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي وعدد من رجال الأعمال بالبلدين. النهاردة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية هيفتتح معرض فني تحت عنوان بنات أفكاري للفنان التشكيلي خضر مصطفى، وده هيكون الساعة 6 بالليل بقاعة زياد بكير. كمان النهاردة هتنطلق منافسات بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار اللي هتستمر لحد يوم 11 مايو بمضمار القاهرة الدولي للدراجات، هيشارك فيها 6 دول هي مصر، الإمارات، الجزائر، ليبيا، سوريا والسودان. النهاردة الدوري المصري هيكون فيه مباريات مهمة في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي إسترن كامباني مع المقاولين العرب الساعة 4 العصر، وفاركو مع فيوتشر الساعة 6:30، وطلائع الجيش مع البنك الأهلي الساعة 9 بالليل.